طبعا احنا بدأنا أجازة عيد الأضحى المبارك، بس لسه في ناس من أصحاب المعاشات ما لم يقوموا بصرف معاشاتهم للأسف. عشان كده وزارة التضامن أعلنت أن لسه اللي ما صرفش المعاش الخاص بشهر يوليو يتوجه لأقرب ماكينة صرف آلي عشان يصرف المعاش بزيادة 13% اللي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات. تفاصيل أكتر معانا الأستاذ محمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي. برحب بحضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. يعني صباح الخير. اللي ما صرفش معاه شهر يوليو متاح ليه الصرف لحد امتى ومنين؟ والله يا فندم، اولا كل سنه وحضرتك طيبين، وكل سنه وحضرتك طيب. وكل عملائنا بخير. موضوع الصرف طبعا البنك ناصر بيجدول العمل النهارده، بنتيح صرف المعاشات عن طريق 14500 صراف آلي. ده اجمالي مكن الاي تي ام موجود في مصر، بغض النظر عن المكان البنك اللي بيديره. ودي مبادره اطلاقها البنك المركزي، ان سحب المعاشات والمرتبات من خلال الات الصرف الالي بدون عموله. فالحاجه كمان الجميله ان فخامه الرئيس اطلق مبادره، اطلق المجلس القومي للمدفوعات مبادره الشمول المالي. الشمول المالي دي معناها ان الكارت اللي موجود عند العميل موجود في ايده بيتيح له التعامل مع الماكينات في اي وقت من الاوقات، سواء صباحا او مساء، بالاضافه كمان اللي هو بيمكنه من المدفوعات. نعم. انه بيدفع المدفوعات، المدفوعات الحكوميه، اي تحويلات. فاصبح النهارده التعامل النقدي بيقل من شهر لشهر. يعني عاوزين ننظر الى موضوع الصرف، مش ان هو صرف نقدي، ولكن اتاحه استخدام الارصده من خلال الصرف النقدي، من خلال الصرف النقدي من الات الاي تي ام، من خلال دفع خدمات، من خلال برضه المكن الصرف الالي. نعم. وبنك ناصر كمان احنا متعاقدين مع فوري. فوري ليها حوالي 4800 نقطه على مستوى الجمهوريه، دي متاحه للصرف 24 ساعه يوميا. ممكن العميل بنك ناصر يسحب منها او يودع فيها او يستعلم. فاحنا طبعا لفتره الاعياد وكل الناس وهم طيبين موفرين كل الامكانيات دي، انما احنا بنراهن على ان الاستخدام النقدي كل شهر بيقل عن الشهر اللي قبليه، بيقل يا فندم عن الشهر اللي قبليه، ويبقى الكارت الذكي ده بيستخدم في المشتريات في المدفوعات. فالتطور الحمد لله، يعني احنا معالي الوزير اعلنت الامكانيه واعلنت التواجديه للبنك. كنا بنعزز العملاء هذا التواجد، انما عمليه استخدام البطاقات الذكيه في غير السحب النقدي في تزايد مستمر. نعم. يعني بدات تتخطى حوالي 40 ل 45% من حجم الاستخدام. هنا بيأثر تاثيرين. التاثير الاولاني فيها راحه وصول في استخدام العميل. التاثير الثاني حتى لو جه الفرح او راح قدام المكنه، الاول كان يجي يسحب المبلغ بالكامل، يعني يسحب لي 10000 عاوزهم بالكامل ويخليهم عنده ظرف في البيت يستخدمه خلال الشهر. الوقت ما بيجي بياخد بس السيوله اللي هو محتاجها قدر المتطلبات يعني. فبالذات في حجم الوقت اللي بياخده في الخدمه قدام المكنه قدام الشباك قل، فبيدي امكانيه خدمه اعداد اكثر منه. واعتقد ان اللي سرع من وتيره تطبيق الشمول المالي، يعني فكره هنا بقى الجانب الايجابي من فيروس كورونا، ان فكره ان الناس ما بقتش عاوزه يكون في فلوس نقديه او ورقيه في ايديها، وهو ده اللي خلاها تلجا لفكره يعني الاي تي ام او غيرها من الوسائل المتعلقه بتطبيق الشمول المالي. عاوز اعرف بس من حضرتك بدايه، عدد المستفيدين بالمعاشات وصل لحد كام؟ يعني رقم قد ايه النهارده؟ وهل صرف المعاشات ده هيكون يتضمن 13% وهي نسبه الزياده اللي اقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هي طبعا انا بحكي مع حضرتك على الجزء اللي هو منوط ببنك ناصر. طبعا هو الصرف يشمل 13%، وخلاص احنا النهارده يوم، احنا يوم 18، احنا بنصرف من اول الشهر، فتقريبا الصرف يعني هنقول 80% او 90% منه تم. تمام. الصرف بالزياده اللي سيادتك 13%. نصيب بنك ناصر احنا عندنا حوالي، يمكن حاليا حوالي 1.5 مليون مواطن بيصرفوا من خلال بنك ناصر. متوقع زيادتهم
ده نهايه العام الحالي الى حوالي 3 مليون ل 4 مليون عميل. فالاعداد ما بقاش تدعي في ظل وجود حي انتشار البنك النهارده موجود عنده حوالي 130 نقطه تواصل مع العملاء او البيع. الحمد لله عنده كمان فروع اليه بتتنقل في الاماكن والمراكز اللي قد فيها يكون فيها احتياج او ضغط، بالاضافه للتعاقد مع وسائل الدفع غير الاسئليه زي شركات الدفع زي فوري، شركات الخدمات التليفون المحمول زي وي. فالاتاحه النهارده موجوده، واخطر اجمل حاجه في الموضوع ان البطاقه نفسها بتسمح له ان هو يشتري بيها. فما هوش خلاص، ما بقاش هو اصبح الرصيد في جيبه في ايده بيستخدمه وقت ما هو عاوز. طب يعني حابه اعرف برضو من حضرتك امتى هيتم تفعيل خدمه صرف النفقه عبر منافذ الدفع الالكتروني؟ صرف النفقه ان شاء الله هو النفقه بتاع بنك مصر حضرتك هو منوط بيه التولي صرف النفقه، وصرف النفقه كمان بديلا عن الزوج اللي يكون الزوجه خدت عليه حكم وهو مش ملتزم بيه وما بيدفعوش. احنا حاليا بندفع النفقه عن طريق فروعنا وعن طريق البيانات الاي تي ام اللي احنا بنطلعها على الطاقه وعن طريق منافذ فوري. الجديد فيها ان احنا كمان اتحنا ده متاح من شهرين يا فندم، اتحنا كمان الاستعلام عن رصيد واتحنا كمان الايداع، لان زي ما يكون في سيده فاضله هي مستحق او اسره مستحقه النفقه، ففي طرف اخر احنا بنعتبره مدين نفقه. المدين برضه عشان يسهل عليه ممكن يروح يدفع الدين اللي عليه اللي هو الحكم اللي هو عليه يدفعه يا اما في الفرع يا اما بالتحويل او عن طريق مكاتب فوري المنتشره. وبتضيف ان شاء الله الشهور الجايه كمان شبكات التليفون المحمول بنضيفها كمان ليه كوسيله دفع واستعلام. ده حلو جدا يعني استاذ محمد. نعم استاذ محمد، عاوزين برضو نطمئن اهلنا من اصحاب ومستحقي المعاشات خلال شهر او خلال فتره اجازه العيد تحديدا، يعني هل يحق ليهم الصرف من اي ماكينه صرف الي طول فتره عيد الاضحى دون خصم الرسوم الاداريه اللي بتخصم اذا تم الصرف من ماكينه صرف الي مختلفه عن البنك؟ يا فندم اولا احنا يعني اول علاقه كان فيها يعني قياس للثقه كان في اول 5 علاوات اضيفوا. نعم. احنا فوجئنا ان اعداد العملاء يعني جم كلهم في وقت واحد في يوم واحد وبداوا عاوزين يعرفوا العلاوه نزلت ولا لا. الحاجه الجميله ان كان تقريبا نص الناس اللي جت استعلمت ومشيت. فمن ناحيه ان هو بدا في ثقه موجوده وثقه قويه بين المواطن وبين الدوله على الانتظام الدفع والالتزامها بالعلاوات اللي هي الاضافيه. نعم. دي الحمد لله موجوده، الحمد لله موجوده بشكل جيد جدا. انا بتكلم هنا يا فندم على الجزئيه الخاصه بفكره اللي هو يسحب المواطن بالكارت الذكي اللي معاه من اي ماكينه صرف تختلف عن البنك التابع ليه. ايوه فندم، مبادره اطلقها البنك المركزي ومدها الاسبوع اللي فات لمده شهور اخرى، 6 شهور اخرى، تنتهي في 31/12/21. ان فلوس المعاشات والمرتبات والنفقه تصرف. نعم. على كافه مكنات الصرف الموجوده في مصر اللي هي عددها يتجاوز 4500 مكنه وبدون عموله بغض النظر عن البنك المصدر. نعم. يعني بيحط الكارت بتاعه بيدخل على الشبكه على طول وياخد خدمته. يعني عشان الناس تبقى مطمنه يا فندم، احنا دلوقتي اي حد هيروح يصرف المعاش من اي مكنه صرف الي مش هيكون عليه فوائد حتى لو مش تابعه للبنك بتاعه. لا مش فوائد، ما فيش عليه عموله فندم. عموله بس ما فيش فوائد عليه يعني. ما فيش حتى العموله دي كمان. ايوه فندم، ما فيش عليه عموله. طيب حابه اعرف من حضرتك بقى، اللي اتاخر عن صرف معاشه ممكن يتحجب عنه المعاش؟ لا يا فندم، ببص حسابه. احنا فاتحين حساب لكل عميل واذا موجود رصيد في حسابه، الرصيد ده اما بيجي يستخدمه احنا بنحجب فايده داينه كمان عليه. اكيد هو عنده حساب كانه بيدخر يعني. كانه بيدخر، ويمكن بنك مصر من البنوك القليله او البنك الوحيد في مصر اللي عنده برامج للادخار متناهي الصغر اللي هو المايكرو انشورنس.
ان احنا يعني في بعض البنوك بتبدا تضيف مصاريف او عمولات على ارصده الادخار مثلا اللي تقل عن مبلغ معين، قد يكون فوق 1000 فوق 4000. احنا بنبدا ب 100 جنيه وبنشجع الناس على ادخار المتناهي الصغر، على عكس احنا بنديهم مزايا كتير قوي ان هو يعني ان هو يحتفظ بجزء ادخاري. وعملنا كمان على كل منتجات التسليم بتاعتنا اللي هي موجهه لحوالي 750 الف عميل، دايما مع الاقراض او مع التمويل بنحجز جزء للادخار الاجباري. الادخار الاجباري ده بيبقى في حسابه ويبدا نعوده على انه دايما يبقى عنده توفير. طيب انا عاوز اسال حضرتك سؤال سريعا كده بعيدا عن فكره صرف المعاشات، وهو خاص بفكره المبادره الرئاسيه للاسكان اللي هي المبادره اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل اصحاب المعاشات يستطيعوا الاستفاده منها؟ هي طبعا مرتبطه بالسن. نعم. مرتبطه ب 19 عشان تقسيط على 30 سنه. اه. فليها ليها ليها ضوابط. والضوابط دي اما يكون سن المستفيد يسمح او اللي بيجيب ضامن ليه سنه يسمح. يعني في حاله وجود ضامن ممكن يتم الاستفاده من هذه المبادره. بالضبط، يعني حضرتك بتقسط على 30 سنه. مظبوط. طبعا في قيد في العمر بيبقى هنا موجود، انما في حاله وجود ضامن بيبدا نستعيد بيه عن الايه؟ عن يعوض الفتره الزمنيه دي كلها. نعم، الأستاذ محمد عشماوي نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، بنشكر حضرتك على هذه المداخلة وكل سنة وحضرتك طيب.